أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وسبت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من يكفيني عدوي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها. رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حزم.